صح أخي، بعد ما بهدلتها ما فرق شي، شفت؟ أخذت زوجها وراحت وما فرقت معها بالمرة. هي قدرت تسرق ابني مني. طبيعي إنها تسرقه منك، هي نتيجة الدلال الزايد. ما في داعي لهذا الحكي هلأ. أنا عم قلك الحقيقة، وحكي ما فيه غلط. نحن كانت نيتنا بالأول إنه نزوج ابننا ياسر لمنتهى، بس هيك اللي صار، كل شي نصيب وهذا اللي كاتبه الله. كنت رح أكون مبسوطة كتير لو تزوج منتهى، لأنه منتهى بنت كتير عاقلة، رغم إنه أيان عديم الفائدة، بتضل محترمته ومحترمة بيت حماها. لا تردي على هذا الحكي، أنا كان بدي إياكي وما بدي حدا غيرك. هالمرة رح مرقها، بس المرة الجاية ما رح أتحمل. خلاص ماشي، قليش بقى أنا مبسوط إنك معي وهذا المهم. اهدي وخلينا فوت، تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عن جد شي ظريف، ولا كأنكن عاملين أي شي، معيب عليكم تطلعوا هيك وما تقولوا لحدا؟ بتحبوا تتعشوا معنا؟ لا أمي شكرا، نحن أكلنا بالمطعم. شي حلو كمان أكلين بالمطعم.